هاي، أنا دكتور نرمين ناجي، lecturer of fixed prosthodontics. النهاردة احنا هنتكلم عن topic لطيف قوي، اللي هو ال smile analysis وال smile designing. Actually ال topic ده very complicated و related ل branches كتيرة قوي في ال dentistry. يعني لو أنا في عندي patient جاي seeking for smile makeover، patient ده ممكن يكون محتاج بس starting من simple composite restorations، ممكن يكون محتاج إن هو يعمل anterior veneers، ممكن يكون محتاج يعمل implants أو complete oral rehabilitation. خلونا نروح لسؤال مهم قوي. لما patient بيجي لنا الكلينيك seeking for a makeover أو smile makeover, what makes our smile perfect smile? إزاي أقدر أقول على smile إن smile دي is a perfect smile؟ ال perfect smile دي عشان أوصل مع ال patient بتاعي إن هو يحس إن أنا عملت له perfect smile، لازم أول حاجة أعملها مع ال patient بتاعي هي I should listen to the patient. Listen to the patient دي يعني لازم أسمع ال patient بتاعي عاوز إيه، هو جاي وعاوز إيه. في عندنا different types of patients. في patients بيبقوا جايين وهم بيطلبوا صراحة كده من الدكتور، هو بيجي لك يقول لك أنا عايز solid smile، أنا عايز ال smile بتاعتي تبقى bright، تبقى shiny، تبقى السنان كلها ideally aligned. أنا عايز لما أضحك ألاقي الناس بتبص لي وبتقول ده بيعمل إعلان معجون سنان. في patients تانيين بيجوا هو مش عايز كده خالص، هو جاي عايز يحل مشكلة معينة في سنانه، فبيجي يقول لك please أنا عايز أعمل smile makeover. بس وأنا بعمل smile makeover أنا مش عايز الناس تاخد بالها إن أنا عملت أي aesthetic restoration في ال anterior teeth. أنا عايز لما أضحك السمايل بتاعتي ترفلكت ماي بيرسوناليتي ماي كاركتر وتكون ان هارموني وذ ماي فيس، بس انا مش عايز الناس تعرف ان انا عملت ايتاتيك ريستوريشن في الانتيريور تيب. لازم اعرف العين عاوز ايه علشان اعرف اعمل ديزايننج للسمايل اللي تخليه يخرج من عندي هو حاسس ان هو قدر يوصل للبيرفكت سمايل بالنسبه لي. علشان اعمل كده انا في فاكتورز كتيره قوي بتأثر على السلكشن بتاع السمايل بتاعتي او الديزاين بتاع السمايل. لما بيجي لي البيشنت للكلينيك قبل ما اعمل له الديزايننج بتاع السمايل انا في حاجات معينه لازم ابص عليها. زي ايه؟ انا لازم الاول اخد وان ستيب باكورد كده واقف من بعيد وابص على البيشنت بتاعي. ببص بعمل له حاجه اسمها فيشيال اناليسيس، انا ببص على الهارموني بتاع الفيس بتاعه، ببص على السيمتري، بشوف السنان بتاعته او الديزاين، ببتدي اتخيل الديزاين اللي انا عايز اعمله له بعد كده وازاي يبقى ان هارموني وذ الفيشيال كاركترز بتاعه البيشنت ده. وبعد كده ابتدي اتنقل لوان ستيب كلوزر تو ذا بيشنت، ابتدي اقرب من البيشنت شويه وابتدي ابص على الليب كونتور والسبورت بتاع السنان. يعني ايه؟ يعني ابتدي اشوف الريليشن شيب بين السنان بتاعتي وما بين الليبس، ابتدي اشوف البوزيشن بتاع السنان اللي موجوده دي ازاي مأثر على الليب كونتور والليب سبورت. بمعنى ان انا ممكن اغير شكل الليب كونتور بتاعي او الليب سبورت بتاعي بان انا اغير البوزيشن بتاع السنان. Sometimes لو كانت السنان فيها بروكلاينيشن زياده بتاثر لي على شكل الليبس بتاعتي، او لو كان فيها ريتروكلاينيشن زياده برضو بيبقى في عندي loss of support بالتالي شكل الليبس بيبقى مختلف. بعد كده ابتدي اخد closer look، ابتدي اخد one step forward واقرب من البيشنت اكتر عشان ابص اكتر على الديتيلز. ابتدي ابص على الانديفيدوال تيث، اشوف سنه سنه، محتاجه اشوف السنين دي الشيب بتاعها ايه، الشيب بتاعها ايه، translucency، surface characterization بتاعتي، ابتدي اشوف الريليشن شيب ما بين السنين والسنين الادجيسنت ليها. واكتشلي انا في النهايه الجزء بتاع الانديفيدوال تيث والكاركترايزيشنز بتاعته بتعتمد اكتر حاجه على ان انا اكون بتعامل مع جود سيراميست. يعني السيراميست الشاطر هو اللي بيقدر يطلع لي انسايزر ترانسلوسنسي كويسه، هو اللي بيقدر يعمل لي سيرفيس كاركترايزيشن كويسه، هو اللي بيظبط لي الشيب بتاع السنين زي ما انا اخترته بالظبط.
فدي حاجة بصراحة بتعتمد على السيراميست الاتيبت اكتر من انها تكون بتعتمد على الدكتور نفسه. طبعا انت لازم تكون بتقدر تايفالويت الشغل اللي جاي لك من اللاب اذا كان مظبوط او لا، او بيساتسفاي الحاجات اللي انت محتاجها. او احنا هناخد اكزامبل معانا النهارده، البيشنت كان جالنا اشتغلنا له وعملنا له سمايل ميك اوفر، ولما جينا عملنا له السمايل ميك اوفر اول ما دخل الكلينك عندنا اول حاجه عملناها اخذنا له بانش اوف فوتوغرافس كده بديفرنت فيوز، والفوتوغرافس دي في الحقيقه مهمه جدا جدا في الايفالويشن بتاع الكيس وفي الدايجنوزس، وبنستخدمها بعد كده في السمايل اناليسيس والسمايل ديزاين. وكل بوزيشن او كل فيو في الفوتوغرافس بيبقى ليه استخدام معين في الدايجنوزس وفي السمايل ديزاين. بناخد البيشنت فوتوغرافس من الفرونتال فيو سمايلينج وريتراكتيف، من اللاترال فيو برضو في الريست بوزيشن في السمايلينج بوزيشن، وبناخد برضو فوتوغراف في عندنا بوزيشن مهم قوي اللي هو اسمه 12 o'clock بوزيشن. ده بالنسبه كان للاكسترا اورال فوتوغرافس. في عندنا بقى الانترا اورال فوتوغرافس زي ان احنا ناخد فرونتال فيو برضو للانترا اورال فوتوغرافس ولاترال فيو او سايد فيو واوكلوزال فيو. وفي كل فيو او في كل صوره بيبقى في حاجات معينه احنا بنبص عليها بتساعدنا على السمايل ديزايننج بتاعنا. نبتدي بالفرونتال فيو السمايلي. الحقيقه ده بوزيشن مهم جدا او فيو مهم جدا، بنشوف فيه حاجات كتيره قوي واحنا بنعمل سمايل اناليسز او السمايل ديزايننج بتاعنا. اول حاجه ببص عليها في الفرونتال فيو ده هو الميد لاين بتاع البيشنت، ببص على الفيشيال ميد لاين بتاعي، وابتدي بعد كده ابص على الانتربيبيلري لاين والانسايزل بلين. المفروض ان انا عندي الاقي نورمالي او ايديالي في البيشنت المفروض ان يكون الانتربيبيلري لاين والانسايزل بلين الاثنين يكونوا بارالل تو ايتش اذر ويكونوا بارالل للهوريزونتال بلين. طبعا الوضع ده مش دايما بيبقى موجود عند كل البيشنتس، sometimes انا بلاقي عندي ان الانتربيبيلري لاين والانسايزل لاين مش بارالل تو ايتش اذر، بلاقي ان الانسايزل لاين مايل شويه. في الحاله دي العيان بيبقى عنده مشكله اسمها كانتينج، محتاج اصلح له المشكله دي في الفاينل ريستوريشن بتاعي. لكن هنا عندنا البيشنت بتاعنا الحمد لله ما كانش فيه عنده كانتينج في الانتيريور تي والانسايزل بلين بتاعه كان مظبوط. بشوف برده كمان الكورنر اوف ذا ماوث، بشوف الليفل بتاع الكورنر اوف ذا ماوث وببص على الستايل بتاعته. المفروض ان الكورنرز اوف ذا ماوث يبقوا التو كورنرز ات ذا سيم ليفل، ما يبقاش فيه dropping في one corner عن ال other one. ده بيفرق معايا طبعا في شكل smile بتاعتي وانا بعمل لها design. حاجة كمان ببص عليها في the corners of the mouth هي البكال كوريدور. البكال كوريدور ده هو black triangle اللي انتوا شايفينه عند the corner of the mouth زي ما موجود عند the patient بتاعنا هنا. نورمال يعني كان بيقولوا ان في السمايل الحلوة الكويسة المفروض ان black triangle ده ما يكونش كبير كده، ما يكونش باين، والمفروض ان السنان تكون فيلينج للسبيس ده. لما بيبقى فيه البلاك تراينجل ده واحنا هنعمل فينيرز للبيشنت يبقى انا اي شود اكستند ماي فينير للسنان البوستيرير علشان اقدر اعمل لها ريكونتورنج تاني، ازود الكونتورنج بتاعها واقفل البكال كوريدور علشان السمايل يبقى شكلها هاي. حاجه ثانيه ببص عليها ان يكون الكورنر اوف ذا ماوث والبيوبل بتاع البيشنت عند نفس الليفل. لما اخد لاين بطول كده من البيوبل وانزل بيه لحد الكورنر اوف ذا ماوث المفروض ان هما الاثنين يبقوا عند نفس الليفل، ولازم ابص على الفيشل سيمتري بتاعت البيشنت علشان لو البيشنت عنده فيشل سيمتري ده هيفرق معايا في الاناليسيس بتاعي وهيفرق معايا في الفاينل ديزايننج بتاع الريستوريشن بتاعي. ناخد ليتل بيت كلوزر لوك كده على السمايل بتاعه البيشنت بتاعنا. لو بصينا عليه كلوزر هنلاقي ان الدنتال ميد لاين بتاع البيشنت ده كونسايدنج مع الفيشيال ميد لاين بتاعه. لو بصينا عليه كده هنلاقي ان في عندنا فرق حوالي 1 مللي ما بين الدنتال والفيشيال ميد لاين بتوع البيشنت. طيب هل دي حاجه عندي اكسبتبل او نورمال ولا ده مشكله عند البيشنت ده؟ الليتريتشر قالت ان انا لما بيبقى في عندي شيفت في الميد لاين اب تو من 3 ل 4 مليمترز دي حاجه اكسبتبل وما بتبقاش باينه، ولما ببص على البيشنت ما بحسش انها حاجه اود او مبوظه السمايل بتاعه. يبقى الشيفت في الميد لاين اب تو 4 مليمترز دي حاجه اكسبتبل.
امال ايه هو اللي ان اكسبتد في الميد لاين؟ ان يكون في عندي كانتنج في الميد لاين. طب ايه الفرق يا دكتور ما بين الشفت في ميد لاين وبين الكانتنج بتاع الميد لاين؟ الشفت بتاع الميد لاين ان الميد لاين كله از هول ما بين التو سنترز يبقى متحرك من مكانه سواء للليفت او للرايت من 1 ل 2 ملم، لكن ستيل هو بارلل للفيشيال ميد لاين. الكانتنج بتاع الميد لاين ان يكون في عندي انجليشن، الميد لاين يبقى مايل ما يبقاش بارلل للفيشيال ميد لاين. الكانتنج في الميد لاين ده بقى مش اكسبتد. الكانتنج في الميد لاين بيبوظ السمايل وما ينفعش اخليه. لازم لو كان في عندي كانتنج في الميد لاين اصلح، ولو جات لي الفاينل ريستوريشن فيها كانتنج في الميد لاين لازم هعيدها او هصلح. نبتدي نتنقل لبوزيشن تاني من البوزيشنز او فيو تاني من الفيوز اللي احنا اخذناها للفوتوغرافس بتاعت البيشنت. زي ايه؟ زي ال 12 o'clock position او ال 12 o'clock photograph. ال 12 o'clock view ده انا بشوف فيه ايه؟ بشوف فيه الريليشن ما بين الانسايزال ايدج بتاع السنان الانتيرير وما بين اللبس. بشوف البوزيشن بتاع السنان ان ريليشن للوقت والدراي بورشنز اوف ذا لور ليب. بشوف كمان في الكيرفيتشر بتاع الارش بتاع السنين والريليشن ما بينه وما بين الكيرفيتشر بتاع اللور ليب. اما بالنسبه للسايد فيو فانا بشوف فيه الاي لاين. الاي لاين ده imaginary line بنرسمه بيعدي من التيب اوف ذا نوز والتيب اوف ذا تشين، والمفروض ان هو بيوريني الريليشن بتاع الابر واللور ليب لللاين ده. المفروض ان الابر ليب تبقى behind the line ده بحوالي من 1 ل 2 مليمترز، واللور ليب تبقى behind the line حوالي من 3 ل 4 مليمترز، يعني behind الابر ليب من 1 ل 2 مليمترز. نورمالي ده الوضع الطبيعي. ساعات بيبقى في عندي patients عندهم maxillary protrusion، او في patients تانيين بيبقى في عندهم mandibular protrusion. انا عندي بشوف بقدر اشوف الريليشن ما بين الماكسيلا والماندبل من السايد فيو ده. يبقى احنا اتفقنا ان احنا عندنا الفرونتال فيو، السمايلينج ده فيو مهم جدا، لكن في عندي وشفت فيه حاجات كتيره قوي، لكن في عندي فيو تاني كمان كان مهم قوي قوي اللي هو الفرونتال فيو ريتراكتد. الفرونتال فيو ريتراكتد ده انا ببتدي اخد a little bit closer look على السنين نفسها، التيث والجنجفا والريليشن ما بين التيث والجنجفا. ابتدي اشوف بقى عندي المشاكل اللي جوه السن. هنا عندنا البيشنت كان في عنده مشكله باينه جامده جدا، هي ايه؟ لما جيت ابص على الريليشن ما بين التيث والجنجفا المارجن لقينا ان في عندنا الزينث بوينت بتاعت البيشنت الليفل بتاعها مش مظبوط. في الكيس بتاعتنا الزينث بوينت احنا عارفينها اللي هي اعلى بوينت موجوده في الكيرفيتشر بتاع الجنجفال مارجن. نورمالي المفروض ان هي بتبقى ديستال للميد لاين، والمفروض ان الليفل بتاع الزينث بوينت بتاع السنترز واللاترالز يبقوا ات ذا سيم ليفل، والتول سوري السنترز والكناينز هم بيبقوا ات ذا سيم ليفل، لكن التو لاترالز بيبقوا ات لوور ليفل دان السنترال لاترال بحوالي 1 ملم. ده النورمال. هنلاقي هنا عند البيشنت الزينث بوينت بتاعت التو سنترالز مظبوطين والزينث بوينت بتاعت التو لاترالز مظبوطين، لكن unfortunately التو كناينز الزينث بوينت بتاعتهم الليفل بتاعها كان واطي. لما شفنا كده واحنا بنعمل السمايل اناليسيس فكرنا قلنا يبقى ده معناه ان احنا محتاجين نعمل ريكونتورنج للجنجيفا في الجزء ده، باننا نعمل جنجيفاكتومي علشان نظبط شكل الجنجيفال مارجن والزينث بوينت بتاعت البيشنت. طب حاجه تانية لقيناها في الفرونتال فيو ريتراكتد ان احنا في عندنا سبيسنج ما بين السنان وبعضها، في عندنا سبيسنج ما بين التو سنترز وما بين التو سنترز والتو لاترز. واصلا هي دي المشكله اللي البيشنت ده كان جاي بيشتكي منها، ده كان التشيف كومبلينت بتاع البيشنت بتاعه. البيشنت ده اول ما جه الكلينك اول حاجه كان بيشتكي منها وعايز يحلها هي السبيسز اللي ما بين السنان الانتير. نبتدي نتنقل للبوزيشن تاني وهو اللاترال فيو، الانترورال لاترال فيو. في حاجات انا بشوفها في الفرونتال فيو لكن في حاجات تانية ما بقدرش اشوفها في الفرونتال فيو، عشان كده بيبقى لازم اخد لاترال فيو. يعني انا عندي هنا البروتروجن اللي باين في الصوره اللي موجود في التو لاترالز، دي حاجه انا ما شفتهاش في الفرونتال فيو،
لكن لما اخذت الفوتوز بتاعه اللاترال فيو وبصيت عليها كويس لقيت ان التو لاترالز فيهم سلايد بروتروجن خارجين من مكانهم شويه مش ماشيين على نفس الارش مع التو سنترز. Another position بناخده للانتراورال اوتوغرافس اللي هي الاوكلوزال فيو. حاجه تانية هنشوفها مختلفه في الاوكلوزال فيو هنا باين قوي عندنا في الاوكلوزال فيو بتاع الاوبر تيث ان احنا في عندنا بروتروجن في التو لاترالز، لكن باين كمان ان في عندنا الاوبر رايت لاترال في سن التلتين شويه، ودي برضو حاجه ما كانتش باينه في الفرونتال فيو ولا في السايد فيو. عشان كده احنا كل فيو بيخلينا نقدر نشوف حاجه ممكن ما تبقاش باينه في الفيو الاول. لما اجي اعمل سمايل ديزايننج للبيشنت في عندي طريقه من فوق، يا اما اني اخد ميجرمنتس للبيشنت ده مانوال وابتدي اعمل انالوج كالكوليشنز للسنان علشان اعمل بيها سمايل ديزاين، ابتدي اشوف مقاسات السنان في النيو سمايل اللي انا عايز اعملها ايه، او ان انا اشتغل ديجيتالي. ديجيتالي ان انا استخدم سيستم من السيستمز الديجيتال اللي موجوده زي الدي اس دي، او في سيستم ثانيه، في كونسبت ثانيه موجوده، ابلكيشن ثانيه دلوقتي موجوده للديجيتال سمايل ديزاين. لو انا جيت اعمل اخد الميجرمنتس اللي انا محتاجها علشان اعمل سمايل ديزاين، في عندي ميجرمنتس مهمه جدا محتاج اخدها، قياسات معينة لازم أقيسها في السنان قبل ما أبتدي أعمل الديزاين بتاع النيو سمايل بتاعتي. أول ميجرمنت باخده أو أول سايز باخده، أول ميجرمنت بقيسه هو اللينث بتاع التو سنترالز. لازم أقيس طول التو سنترالز قد إيه؟ أوريجينالي السنان اللي موجودة عندي. في الكيس بتاعتنا التو سنترالز كان طولهم، في واحد فيهم كان طول اللي هو الرايت سنترال كان 12.3 مليمتر، بس الليفت سنترال كان اقصر منه بحوالي نص ملي كان 11.7 مليمتر. تاني ميجرمنت باخده هو الويدث بتاع السنترالز. في الكيس دي كانوا التو سنترالز ليهم نفس الويدث كان 8.8 مليمتر. تالت ميجرمنت بقيسه وده ميجرمنت حقيقي مهم جدا هو الانتر كناين ديستنس. الانتر كناين ديستنس ده هو المسافه ما بين الديستال سيرفيس بتاع او الديستال بورت بتاع الكناين تو ديستال بورت بتاع الاذر كناين، زي ما انا شايفه من الفرونتال فيو مش زي ما هو موجود على الكاست او في بق البيشنت. انا بقيس من الفوتو بتاعي او من الفرونتال فيو اخر حاجه، اخر نقطه انا شايفها في الديستال بتاع الكناين ده او الرايت كناين لاخر نقطه انا شايفها في الديستال بتاع الاذر كناين. واللي اقسم السايزز بتاعه السنان في السمايل الجديده اللي انا هعملها او الديزاين الجديد اللي انا هعمله. المسافه دي في البيشن ده كانت 40.8 ملم. نيجي بقى للبروبورشنز اللي هي اللاترال بتاع السنترال والسايز بتاع الكناين اللي باين، الجزء اللي باين من الكناين لما ابص عليه من الفرونتال فيو ان ريليشن للسايز بتاع اللاترال. ايديالي قال لك ان المفروض الريليشن دي تبقى 62%، بس في الحقيقه الريليشن ال 62% دي معناها ان السايز بتاع السنترال يبقى كبير. يعني ايه الكلام ده؟ لما يبقى الجزء اللي باين او اللاترال الويت بتاعه نص تقريبا او 60% من السنترال والكناين 60% من اللاترال، يبقى ده معناه ان السنترال نفسه الويت بتاعه كبير. وانا في عندي رول بتقول ان اللينث بتاع ان الويت بتاع السنترال بيساوي 80% من اللينث بتاعه. فالريليشن دي هتطلع لي او الايكويشن
دي تطلع لي ان السايز بتاع السنترال كبير وان الطول السنترال كبير، ما دام الوقت بتاعه كبر يبقى الطول بتاعه كمان كبير. طب قال لك الجولدن بروبورشن دي بتبقى ابليكابل لو كانت السنان طويله وكبيره والوضع عندي ايديال، بقيه الحاجات كلها ايديال. بس اكشلي مش كل السنان سنانها، مش كل الناس سنانها زي بعض، ولا كل الناس السايز بتاع السنترز عندهم زي بعض. في ناس سنانها قصيره وعريضه، في ناس سنانها طويله ورفيعه. فالاختلافات دي خليده وسموها الريد بروبورشن. الريد بروبورشن دي قال لك لا، لو كانت السنان طولها متوسط احنا ممكن نخلي الريليشن ما بين السنان 70%. لما يبقى اللاترال باين منه 70% من الوقت بتاع السنترال، يبقى ده معناه ونفس المسافه انا بقسمها على السنان، يبقى ده معناه ان الوقت بتاع السنترال عندي قل شويه وبالتالي طوله قل شويه. فبقى في عندي هنا السنان اللي اللنت بتاعها افريج، لما باجي اعمل لها سمايل ديزايننج بلجا للريد بروبورشن اللي هي اباوت 70%. طب لو كانت عندي سنان شورت يبقى هزود البرسنت، هلجا للريد بروبورشن اللي هي ال 80% مع الشورت تي اند سو اون. طب في الكيس بتاعتنا هنا احنا اخترنا انهي بروبورشن؟ احنا عندنا هنا البيشنت بتاعنا سنانه طويله، التو سنترز كان اللانت بتاعهم about 12.3 مليمترز، دي تعتبر سنان طويله مش قصيره. فاحنا اخترنا برسنت a little bit close للجولدن بروبورشن اللي هي 65%. يبقى احنا ال 65% دي معناها ايه؟ معناها ان الريليشن ما بين الكناين واللاترال بتساوي الريليشن ما بين اللاترال والسنترال بيساوي 65%. يعني اللي باين من الكناين ان ريليشن لللاترال هو 65%، واللي باين من اللاترال ان ريليشن للسنترال 65% من الوقت بتاع السنترال. زي ما احنا شايفين هنا في الصوره كده، لو انا رسمت على السنان بالبروبورشن اللي هي ال 65 بروبورشن، هلاقي هنا ان عرض اللاترال اولموست 65% من عرض السنترال الموجود، وعرض اللي باين من الكناين 65% من عرض اللاترال اللي موجود عندي هنا في الصوره. طيب انا دلوقتي عرفت البروبورشن اللي انا هستخدمه، وعندي الانتركناين ديستنس او الوقت او المسافه اللي انا المفروض هشتغل فيها اللي هي الجزء اللي باين عندي من الكناين للكناين في السمايل بتاعتي. انا عايز اعرف بقى دلوقتي الريستوريشن بتاعتي اللي انا هعملها، او الريستوريشن بتاعتي اللي انا الفاينل ريستوريشن اللي انا هلزقها في بق البيشنت عشان اظبط بيها السمايل بتاعته، المفروض تكون مقاساتها ايه؟ مفروض السنترلز واللاترلز والكناينز بتوعي يبقى السايزز بتاعتهم ايه علشان اوصل للايديال سمايل اللي انا عايز اعمله. علشان اقدر اعرف السايزز بتاعت السنترلز واللاترلز، في ايكويشن معينه بنستخدم فيها البروبورشن اللي احنا اخترناها عشان نطلع بيها السايز بتاع الفاينل ريستوريشن بتاعتي. الايكويشن دي بتقول ايه؟ بتقول ان الويدث بتاع السنترلز في الفاينل ريستوريشن بيساوي الانتر، في مشكله شويه، الوقت بتاع السنترلز في الفاينل ريستوريشن قلنا ان احنا بنحسبه بايكويشن بتقول ان الانتر كناين بتاعي اللي انا قسته ده بقسمه على 2 تايمز 1 بلس ريد اللي هي الريد بروبورشن بتاعتي بلس ريد بروبورشن باور 2. لو جينا شفنا الايكويشن دي طبقناها على الكيس بتاعتنا، هنلاقي ان الويدث بتاع السنترلز بيساوي الانتر كناين ويدث اللي هو كان 40.8 مليمترز على 2 تايمز 1 بلس 0.65 بلس 0.65 باور 2. لقينا ان الفاينل ريزلت اللي بيطلع عندنا هو 9.8. طيب لو جينا بقى طبقنا الكلام ده على الكيس بتاعتنا، هنلاقي بما ان احنا قلنا ان في عندنا رول بتقول ان الوقت بتاع السنترلز او الوقت بتاع السنترلز بيساوي 80% من اللنت بتاعه، يبقى اجي احسب انا عندي اللنت بتاع الفاينل ريستوريشن المفروض يبقى ايه؟ هلاقي ان الوقت بتاع السنترلز كان 8.8 وتحول ل 9.8
يعني انا الويت بتاع السنترز بتاعتي زاد باي 1 مليمتر، لكن اللينث بتاع السنترز لما حسبناها اكوردنج للايكويشن بتاعت الويت بيساوي 80% من اللينث، هلاقي ان اللينث بتاع السنترز بتاعي فضل 12.3 زي ما هو، يعني مش هحتاج اطول السنترز بتوعي. لو جينا عملنا ابلكيشن للكلام اللي احنا قلناه ده او السايزز اللي احنا قلناها دي اكوردنجلي، طبعا للسايز بتاع الريستوريشن بتاعتي انا كده خلاص طلعت اللينث بتاع السنترز والويدث بتاع السنترز، ومنها اقدر احسب السايز بتاع اللاترال والكناين اكوردنج للبرسنت اللي انا كنت بستخدمه. لو جيت طبقت الكلام ده على الكيس بتاعتي عشان اعمل ديزايننج للسمايل بتاعي، اعمل ابلكيشن للكلام ده، هلاقي عندي ان السبيسز ما بين السنان اتقفلت، وده الشكل الفاينل ديزاين اللي انا وصلت له. ده اسمه 2D Smile Design. طيب ال 2D Smile Designing اللي انا عملته ده ممكن اعمله application على الفيشيال فوتوغرافي بتاعت البيشنت، بس ده مش هيبقى كفاية. انت متخيل لو انت جبت patient وريته صورته وموجود عليها كده ال Smile Designing كده، وقلت له احنا ده شكل الفاينل ريستوريشن بتاعتي، البيشنت هيقول لك اه يلا اوكي يلا نعمل الريستوريشن. انا محتاج ان انا انقل الكلام ده من ال 2D لل 3D. علشان انقل السمايل ديزاين اللي انا عملته ده من ال 2D لل 3D، انا قدامي طريقه من الاثنين، يا اما اشتغل مانوال، يا اما اشتغل ديجيتال. يعني يا اما اعمل مانوال واكسنج اب على كوست بنفس السايزز اللي انا اخذتها دي، بنفس الميجرمنتس اللي انا عملتها، بنفس الريليشنز ما بين السنين، يا اما اعمل 3D برينتنج للواكسنج اب بتاعي من على الكاد كام. وفي الحالتين انا بقى في عندي كوست 3D في السمايل ديزاين اللي انا وصلت له، الفاينل ديزاين اللي انا وصلت له. الكوست بتاعي ده او ال 3D برنت اللي في ايدي ده لازم اخد له حاجه اسمها اندكس، عشان بالاندكس ده انا هقدر انقل الديزاين اللي انا وصلت له من الكوست لبق البيشنت. بجيب الاندكس بتاعي ده وبحط عليه تمبري كرون ماتيريال، احط جواه تمبري كرون ماتيريال واخلي البيشنت يلبسه واشيل الاكسس، ولما ينشف التمبري كرون ماتيريال او الكومبوزيت بفكه من بق البيشنت، وبالتالي ببقى نقلت الديزاين من على الكوست لبق البيشنت. الخطوه دي اسمها ايه؟ اسمها الموك اب. والموك اب ده حاجه مهمه جدا جدا، في ناس كتيره قوي بيعملوا سكيب للموك اب ده وما بيعملوهوش في العيادات، مع ان الموك اب ده متخيلين هما كده بيوفروا وقت او بيوفروا فلوس بقى التمبري كرون ماتيريال ولا and so on. بس هو في الحقيقه الموك اب ده فيري امبورتنت ستيب، وبتوفر عليك حاجات كتيره قوي في الموديفيكيشنز ليتر اون. لو عملت الموديفيكيشنز في الموك اب مش هتحتاج تعمل موديفيكيشنز في الفاينل ريستوريشن، او هتقلل قوي انك تعمل اي موديفيكيشن في الفاينل ريستوريشن. في موديفيكيشنز ممكن بعد ما تعمل فاينل ريستوريشن تلاقي نفسك مش قادر تعملها، مش هينفع تعملها. يعني مثلا انت المفروض بتعمل الموك اب ده للبيشنت الشيب بتاعه almost زي الشيب بتاع الفاينل ريستوريشن اللي البيشنت عاوز يوصل له. يعني لو في بيشنت مش عايز يغير الشيب بتاع سنينه، انت هتختار الشيب مناسب للون السنين زي الفاينل ريستوريشن اللي هتعملها. لو بيشنت عايز يفتح لون سنينه قوي، يبقى انت هتختار كومبوزيت الشيب بتاعه فاتح قوي عشان العيان يشوف شكل سنينه، لما الشيب هيبقى فاتح هيبقى الفاينل ريستوريشن شكلها عامل ازاي. ودي حاجه انت ممكن ما تعرفش تغيرها بعد كده في الفاينل ريستوريشن لو البيشنت غير رايه او ما عجبتوش. الموك اب ليه اهميه في حاجات كتيره. تعال نشوف هنا في الموك اب بتاعنا كان باين عندنا الحاجات اللي اتصلحت في السنين. يعني مثلا الالاينمنت بتاع اللاترال احنا ظبطنا الانجليشن بتاعته، السبيس اللي ما بين السنين قفلناه، اللينث بتاع السنترال اللي كان قصير بنص ملي طولناه. وفي عندي حته هنا مش عارفه باينه عندكم في الصوره ولا لا، الحته اللي فيها بروتروجن في اللاترال هتلاقي ان هي ديفيشنت، في عندك الكومبوزيت في الحته دي او تمبري كرون ماتيريال في المكان ده مش موجود، وده بيبين لك الجزء اللي فيه بروتروجن في السنين. المفروض ان لما الاقي في عندي جزء فيه بروتروجن كده في السنين، ان انا اعمل له جرايندنج اخليه يبقى ماشي مع الاش كيرفيتشر بتاع الموك اب بتاعي. ليه؟ علشان بعد كده لما اجي اعمل البريبريشن بتاعتي يبقى الاماونت اوف بريبريشن اللي انا بعملها تبقى ايكوال في كل السن. طبعا من اهميه الموك اب ان هو بيعمل فيجواليزيشن للبيشنت، البيشنت بيقدر يتخيل هو بعد كده شكل الفاينل ريستوريشن هتبقى عامله ازاي، بيالاو ان انا اعمل فيه اي موديفيكيشنز، بشوف فيه الانسايزال جايدنس بتاعي لو انا كنت طولت السنين شويه اذا كان في عندي انترفيرنس في الانسايزال جايدنس او لا.
بقدر اشوف فيه برضو الـ بقدر اعمل بيه كوميونيكيشن مع اللاب، اوصل لللاب الفاينل ريستوريشن بتاعتي بعد الموديفيكيشن المفروض يكون شكلها عامل ازاي. يعني انا بعمل بعد ما اعمل موديفيكيشن في الموك اب باخد تو امبريشنز، باخد امبريشن بوديه لللاب علشان ياخده as a guide وهو بيعمل final restoration إن هو ده الشكل design final بتاعنا، وباخد impression تاني بعمل بيه ال temporary restoration اللي ال patient هيروح بيه. الموكب كمان أنا بستخدمه as a guide لما نيجي نعمل ال gingivectomy أو ال gingival ريكونتورينج اللي احنا محتاجينه. انا بشوف انا طولت التو كرونز قد ايه في الموكب، والبيشنت وهو لابس الموكب ابتدي اعلم في الجنجيفا المفروض مكان الجنجيفا المارجن يكون فين بالظبط، وبعد كده ابتدي اعمل جنجيفكتومي بتاعي اكوردنج للموكب اللي انا كنت عامله. كمان انا بستخدم الموكب از ا جايد عشان اعمل بيه البريبريشن بتاع الفاينل ريستوريشن بتاعت قبل ما اعمل الفاينل ريستوريشن. البريبريشن بتاعي المفروض يبقى جايدد باي الموكب ازاي. بجيب الموكب وهو موجود جوه بق البيشنت، بجيب التريبل ويل ابتدي اعمل بيها جايدنج جروبس، وبعد كده ابتدي بالتيبرد وذ راوند ان اشيل الكومبوزيت اللي ما بين الجروبس لحد ما اوصل للبيز بتاع الجروبس. هلاقي ان في عندي الموكب بيساعدني في حاجتين، لو كان في عندي سنه فيها بروتروجن انا المفروض ان انا بشيل الاول الجزء البروترودد لحد ما يبقى السنه ماشيه على نفس الارش كونتور او الارش كيرفيتشر بتاع الموكب بتاعي، وبعد كده ابتدي اعمل ال 0.5 بريبريشن اللي هي التيكنس بتاع الفاينل ريستوريشن بتاعي. يبقى انا لو كنت ما عملتش الموكب فما شفتش السنه دي قد ايه بروتودد اوت اوف ذا الارش كيرفيتشر، كنت ممكن اعمل ال 0.5 بريبريشن بتاعتي على الوضع اللي السنه دي موجوده فيه، وبالتالي كان هيبقى الفاينل ريستوريشن بتاعتي برضو فيها اوفر كونتورنج او هتبقى فيها بروتوجن، مش هبقى حليت مشكله البروتوجن بتاعه السنه دي. في حاجه تانية كمان مهم فيها الموكب واحنا بنعمل البريبريشن بتاعنا، لو في عندنا سنه كان فيها ريتروجن السنه اصلا رجع لورا وانا عملت البريبريشن بتاعي وخلصت ال 0.5 ومع ذلك انا ما لمستش السنه، يبقى ده معناه ان انا مش محتاج اشيل من السنه دي 0.5 ملم ولا حاجه. طب ايه اللي يخليني اشيل من الانام ال 0.5 وانا اصلا مش محتاج، انا اوريدي في عندي انف سبيس للريستوريشن. الحاله دي انا ممكن اعمل رفنس بس للسيرفيس بتاعه السنه علشان السمنتيشن، لكن مش محتاج اعمل فيها بريبريشن واشيل من الانامل بتاعي من الانامل سيرفيس بتاعي. المفروض ان انا ابقى كونزرفاتيف على قد ما اقدر. طيب لما يجي اعمل البريبريشن بتاعي لو انا عملته جايد باي الموك اب، هلاقي ان انا زي مثلا عندنا هنا في الكيس بتاعتنا ان البريبريشن مثلا بالنسبه للتو سنترز انا في عندي سنترال انا مش محتاجه اطول، فما عملتش incisor preparation ان الريستوريشن هي السنة هيبقوا نفس الطول بالظبط. طب في عندي الاذر سنترال انا في عندي منه نص ملي من الريستوريشن كانت هتبقى في الهواء، ما انا محتاجه اطول الريستوريشن نص ملي، فعملت له incisor preparation عشان يبقى في عندي الجزء من الريستوريشن ده في عندي incisor butt joint يسند عليه الريستوريشن، تبقاش الريستوريشن unsupported من الانسايزر edge. في عندي كمان البريبريشن بتاع التو لاترلز، لو اخذنا بالنا هنا هنلاقي ان البريبريشن اكتر من ال 0.5 اكتر من النص ملي زي ما كنا بنقول، عشان السنين دي كان فيها بروتروجن وانا كنت بحاول اعالج البروتروجن ده او ادخل السنين دي لجوه عشان تبقى ماشيه مع الارش كيرفيتشر بتاع الفاينل ريستوريشن بتاعتي. اخر حاجه بقى مهمه دي في الموك اب ده ان انا بستخدمه از جايد للتمبرري ريستوريشن اللي هخلي البيشنت يروح بيه. بعد ما بعمل موديفيكيشن في الموك اب باخد انا قلت باخد بي امبريشن بستخدمها في التمبرري ريستوريشن اللي انا هعمله. واكشلي التمبرري ريستوريشن البيشنت هيروح بيها دي لازم تبقى واخده نفس الشكل ونفس الشيد الفاينل ريستوريشن اللي انا هعمله، علشان انا البيشنت بعد ما يروح ويبتدي يتعامل مع الناس هتلاقي في ناس كتيره قوي بترجع تتكلم تقول لك لا اصل انا كنت عايز اقصر السنترز شويه، لا اصل انا كنت عايز افتح الشيت شويه، لا اصل انا مش عارف كنت عايز اغير ايه. يبقى انت عشان ما تضطرش تعمل موديفيكيشنز دي فاينل ريستوريشن انت ادي للعيان فرصه يوم، قول له انا هسيبك تجرب التمبرري ريستوريشن دي فور وان داي وتديني الفاينل ديسيجن بتاعك بكره عشان اخلي اللاب يبتدي بروسيد في الفاينل ريستوريشن. وسيب ادي للعيان فرصه يوم يشوف شكله وهو بيتكلم وهو بيضحك وهو بيتعامل مع الناس مع الفاينل ديزاين اللي انت عملته.
عشان بعد كده ما يرجعش يقول لك لا اصلا كنت عايزه افتح السنان شويه، لا اصلا كنت عايزه اقصر السنين دي شويه، واي موديفيكيشنز انت هتعملها في الفاينل ريستوريشن مش حاجه لطيفه يعني. الاحسن ان احنا نعمل فاينل ريستوريشن مظبوطه من الاول. اخر ستيب بعد كده كنا عملناها هي الشيت سيلكشن للبيشنت ده، وبعد كده عملنا له الفاينل ريستوريشن، وده كان شكل الفاينل ريستوريشن بتاعته. الحمد لله كان مور ذان ساتسفاينج بالنسبه له، والسنان كان شكلها فيري ناتشرال ان لوكينج، الريليشن بين السنان كانت كويسه، عالجنا له المشكله وحليناها، والبيشنت مروح مبسوط وساتسفاي. ودي اهم حاجه، احنا كده قدرنا نحقق للبيشنت ان هو ماشي كان حاسس ان هو وصل للبيرفكت سمايل بالنسبه له. ده كان شكل البيشنت بيفور، وده كان شكل البيشنت افتر. ده شكل سنان البيشنت بيفور، ده شكل سنانه افتر، ودي السمايل بتاعته بعد ما خلصت. I hope ان المحاضره كانت مفيده بالنسبه لكم، ان انتم تكونوا استفدتوا منها. طبعا السمايل ديزايننج ده بحر واسع جدا، في معلومات كتيره جدا، احنا حاولنا نسامرك شويه منها كده النهارده عشان نعمل كده ريفرشمنت بدل القعده في البيت. وان شاء الله later on في المحاضرات تانية نتكلم من ديتيلز اكتر عن تفاصيل حاجات تانية. يعني في عندنا مثلا الواكسينج اب، في تريكس كتيره قوي قوي في الواكسينج اب، ازاي اعمل واكسينج اب لكيس لإتارك كيس للانتيرير تيث، في تريكس كتيره فيها، في حاجات كتيره معلومات كتير لازم تكون عارفها، لان هتفرق معاك بعد كده في انك لما تيجي تشوف الديزاين، حتى لو مش انت اللي هتعمل ديزاين بايدك، لو اللاب باعت لك ديزاين انت تقدر تيفالويت الديزاين اللي هو باعته لك ده اذا كان كويس ولا لا. ساعات في دكاتره بيبعت لكم اللاب مثلا واكسينج اب او بيبعت لهم ديزايننج لكيس، هو في حاجة معينة مش عاجباه بس هو مش قادر يعرف هو هي ايه، هو شايف ان الديزاين ده فيه مشكلة لكن مش قادر يعرف المشكلة اللي في الديزاين دي ايه، عشان هو من الاول مش عارف اصلا الديزاين ده بيتعمل ازاي او الواكسينج اب ده بيتعمل ازاي. ان شاء الله ليتر محاضرة تانية نبقى ناخد الستبس مثلا بتاعت الواكسينج اب اوف اتاريك كيس والتريكس بتاعتها وازاي نظبطها وازاي نقدر نعمل ايفالويشن. انا هبتدي دلوقتي ابص على اللايف اشوف الاسئله بتاعتكم، لو حد عنده اسئله او لو كان في حاجه مش واضحه ممكن تبعتوها لي وانا ارد على اسئلتكم على طول. طيب هو في حد بيقول ان انا ممكن اعمل سيف لللايف؟ انا هحاول، انا مش عارفه دي حاجه تتعمل ازاي، اعذروا جهلي شويه في التكنولوجيا، بس يعني هحاول اعملها سيف، لو ما عرفتش معلش اعذروني، ده معناه ان انا ما يعني ما قدرتش اعملها يعني، بس انا هحاول اعمل سيف حاضر للوقت. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المحاضره وان الكلام يكون واضح ومفيد بالنسبه لكم، واتمنى اكون كنت خفيفه على قلبكم، وثانك يو، وان شاء الله نتقابل في محاضره ثانيه قريب ان شاء الله. Thank you.